شباب تبارك الله عليكم. يلا كبسنا تطوان وشدينا روتيل وادي شلون برا تنور عز خويا الله يحفظك من تنور الاخوت تبارك الله عليكم. هذه هي شومبر ان شاء الله اللي غادي نعسو انا والصديق ديالي فيها. هي تشوف كما كتشوفوا فيها هادشي باش التيرمو فيها التلفازه فيها المرايا فيها المرايا فيها المهم راكم تشوفوا الديكور كي داير فيها سرجم كرسي فيها هادي اللي كان اللي بغيت تعلق فيها صواح ديال فيها الدوش او هي هذه الشومبر ان شاء الله اللي غادي نعيش فيها. 204 الدراري تبارك الله عليكم. الصور ديالنا ان شاء الله هو هذا كل واحد يهز اللي بغي. شنو داك الشيء كاشير اوكي اوف صحة وراحة بابا الخوت صباح الخير عليكم تبارك الله عليكم. احنا نفطروا دابا باش نمشيو ان شاء الله في بلاصه زوينه خليكم معنا. وي الخوت تبارك الله عليكم صباح الخير عليكم. يلا كي وصلنا للفنيدق هذا هو الشاطئ ديال الفنيدق كما كتشوفوا اجواء رائعه جدا. يلا دابا بعد وصلنا كنا في لوطيل مع الدراري رائعة جدا هنايا برفقة الأصدقاء هنايا كورنيش. اللي اكتشف الفيديو لأول مرة خوتي ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناة باش إن شاء الله يوصلكم الجديد الجديد. هنا واحد رؤية خفيفة بالضبط هنايا في هذا المكان كما كتشوفوه خوتي أجواء رائعة هنايا. طحت اللي طحت هذه الليلة طحت الشتا مزيان تبارك الله وصبحت الشميشه وراكم عارفين ملي طيح الشتاء كطيح الشتاء وكتصبح الشميشه كيكون الجو زوين بزاف بزاف في هذا المكان الرائع. دابا كان هنا تشري حتى واحد الحصيره واحد البراد ديالها تبارك الله في هذا المكان هذا مع المنظر ديال البحر واحد الحاجه زوينه بصراحه. الشاطئ زوين بزاف عجبني انايا تبارك الله النقاء ديالو شحال زوين والشوارع زينين تبارك الله. يبيعوا هنايا حوجات زوينين صراحة تقريبا هاد المدينة تقريبا المليلية كيجيبوا السلع هنايا ديال المليليه زوينه وبثمن مناسب صراحه حسن الموجدة ياك اثمنه شويه ناقصه كاين حويجات زوينين بصراحه. هذاك الشيء ديال المنزليه ادوات منزليه والكوبيرتات والسوا ديال المونطويات ديال الملابس. خويا محمد عجبك الحال هنايا يعني مزيان؟ الحمد لله مزيان دعوه مزيانه مزيان. الحمد لله الحمد لله. دخلنا دابا في السوق كاين كسوه زينه حوجات زوينين بصراحة. يلا صح حوجات زوينين وكاين بزاف ديال الحوايج. السوق الشميشة تبارك الله واعرة صراحة. بصراحة هذا السوق هذا فيه حوايج زوينين وكما كتعرفوا أثمنة مناسبة جدا. دعوة زينة هنا زعما بصراحة نقية الدعوة. هذا الوحدة
تهدى الوحده جدرا تاكل شاد الوحده ما كاينش واحد يبيع الكارو جو هنا حباب بزاف كما كتعرفوا الشمال يا الشمال